أهلا بك ملاك وبكل مشاهدي قناة نسمة ومستمعي إذاعة القصيرة في أم على تردد 107.6 وكل مستمعي الإذاعات الشريكة إذا في جولة في أهم أخبار القصرين اليوم وانطلاق أشغال تهيئة الطريق الحزامية الصغرى على مستوى شارع محمد علي الحامي بالقصرين اللي أشرف عليها أمس ولي الجهة حسن الخديمي بحضور كافة المصالح الإدارية المعنية كالتجهيز الإسكان الشركة التونسية للكهرباء والغاز السوناد ديوان الوطني للتطهير والبلدية. تهيئة الطريق الحزامية الصغرى بالقصرين باش يكون الهدف منها تخفيف الضغط المروري على وسط المدينة وهو ما كان له الأثر الطيب على المواطنين. كما تواصلت أيضا أشغال التطهير بشارع 9 أفريل الرابط بين شارع 14 جانفي والحزامية الصغرى والمار أمام المدرسة الإعدادية بالبساتين وبلغت نسبة تقدم الأشغال فيها 70%. وأيضا انطلاق أشغال تهذيب شارع 14 جانفي هذا بعد أن تم الانتهاء من الأعمال التحضيرية وأشغال مادة قنوات الماء الصالحة للشرب وقنوات التطهير وقنوات تطهير المياه المستعملة وأشغال تجديد شبكة التيار الكهربائي. في أخبار آخر ملاك نفذ اليوم الصباح عمال الحظائر التابعين لبلدية حي النور إضراب عن العمل هو في الحقيقة متواصل لليوم الثالث على التوالي للمطالبة بتسوية وضعياتهم اللي اعتبروا أنها وضعيات غامضة وخاصة أنهم يبشروا العمل توا لمدة 7 أعوام. أحد العمال الملك صرح بأن نقابة عمال الحظائر أعلمتهم بتنفيذ إضراب لمدة يومين لكن الإضراب هذا تعلق لأسباب مجهولة حسب تعبيره لكن العمال واصلوا تنفيذ الإضراب هذا مهددين بالتصعيد في حال ما تمتش الاستجابة لمطالبهم وتسوية وضعياتهم. ملاك هذه أهم الأخبار أو حوصل لأخبار القصرين اليوم.